نفذت مؤسسة رسالتي لتنمية المرأة وبدعم من مؤسسة صلة للتنمية في محافظة تعز مشروع الرعاية الصحية ل150 حالة من ذوي الأمراض المزمنة من خلال المعاينة والعلاج المجاني على مدى 3 أشهر. تفاصيل أكثر في سياق التقرير التالي الذي أعدته الزميلة نعائم خالد. الحرب على محافظة تعز طال أمدها، وهذا أثر بشكل سلبي على ذوي الأمراض المزمنة مع الفقر والحاجة. ومن هذا المنطلق نفذت مؤسسة رسالتي لتنمية المرأة بدعم من مؤسسة صلة للتنمية مشروع الرعاية الصحية لذوي الأمراض المزمنة لعامها الثالث. العام الثالث على التوالي تدشن مؤسسة رسالتي مشروع الرعاية الصحية لذوي الأمراض المزمنة، حيث يستهدف هذا المشروع عدد 150 امرأة من النساء التي من الأسر التي تعولها نساء، ويوجد أحد أفرادها يعاني من مرض مزمن. استهدف هذا المشروع 150 امرأة من مديريات صالة، القاهرة، المظفر، صبر، الموادم للعام الثالث على التوالي لمدة 3 أشهر، حتى أنه يتم المعاينة للمريض ومن ثم عمل الفحوصات وصرف الأدوية لمدة ثلاثة أشهر. خفف هذا المشروع عن هذه الأسر معاناتهم في توفير الأدوية، حيث أن هذه الأدوية تستخدم لمدى الحياة. وجدوا صعوبة في إيجاد سعر لهذا الدواء خصوصا في الأوضاع الحالية. نشكر مؤسسة صلة على تمويلهم لهذا المشروع، وإن شاء الله يستمر المشروع لأعوام قادمة. العيادة التي تعمل ضمن المشروع تستقبل في هذا العام 150 حالة على مدى 3 أشهر. مع توفير العلاجات اللازمة فقد استفاد من المشروع 405 حالة على فترات متعددة في الفترات المسابقة. أشكر الجمعية جمعية رسالتي لأن تدي لنا العلاج، خفف عليا من شراء العلاج. أنا محتاج ما ليش قدرة بالشراء. الحمد لله نشكرهم نشكر الله تعالى أنه قدموا لنا هذا العلاج يخففون معاناتنا. حكاية ألم تحكيها نساء يحتجن حتى العلاج، فمؤسسة رسالة وفرت العلاج ووفرت حتى الطبيب على مدى 3 أشهر من أجل مساعدة هؤلاء النساء الأرامل والمطلقات. نعيم خالد، قناة عدن الفضائية، تعز.